إذا للحديث أكثر ينضم معنا مفادنا إلى خليجي 25 في البصرة مصطفى الشمري، أهلا بك زميلي، وأيضا السيد معين الحسن معاون محافظ البصرة، أهلا بك سيد معين. أبدأ معك مصطفى، يعني ضعنا في الصورة من حولك، كيف هي الأجواء من حولك؟ كيف استقبل الشارع البصري انطلاق خليجي 25؟ تفضل. نعم، تحية طيبة. اليوم نتحدث حول موضوع استعدادات مدينة البصرة لاستقبال هذا العرس الكروي المهم، العرس الخليجي، وهي بطولة كأس الخليج 25. هذه البطولة التي ابتعدت عن العراق ما يقارب أكثر من 45 عام تعود اليوم إلى مدينة البصرة بعد تأجيل دام قرابة 15 عام من يعني استضافة هذه البطولة ومن تقديم ملف استضافة البصرة لهذه النسخة المهمة. الكل يراهن على هذه النسخة، سوف تكون نسخة مغايرة وسوف تكون من أفضل النسخ الخليجية التي أقيمت على مدار السنوات الماضية وعلى يعني البلدان التي تم استضافة البطولة فيها. اليوم هنالك استعدادات وتحضيرات كبيرة جدا تجري على قدم وساق في ساعات متأخرة من الليل، متمثلة من قبل الحكومة المحلية في البصرة وأيضا الاتحاد العراقي وأيضا وزارة الشباب والرياضة من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم جدا. هنالك الكثير من الاستعدادات بخصوص موضوع البنى التحتية والملاعب، ملعب المدينة الرياضية جاهز وعلى أتم الاستعداد لاستقبال ولانتظار صافرة الانطلاق التي هذه الصافرة الكل ينتظر هذه الصافرة أن يعلن عندها افتتاح هذه البطولة المهمة والمميزة في تاريخ العراق. اليوم الكل يتحدث عن هذه البطولة ليس فقط على الصعيد الرياضي بل على الصعيد السياسي وحتى على الصعيد الاقتصادي. فاليوم إذا تم نجاح البطولة بكل تفاصيله وبكل جوانب ربما سوف يفتح بابا كبيرا لإعادة فتح الحظر الرياضي عن كافة الملاعب الرياضية. اليوم هناك جانب آخر يجب أن نتحدث به هو خصوص موضوع التذاكر وتذاكر مباراة العراق وخاصة بمباراة لعبة الافتتاح. التذاكر لغاية الآن هي يواجه الجماهير مشكلة كبيرة جدا بموضوع اقتناء هذه التذاكر، قد وصل سعر هذه التذاكر إلى أكثر من 200 دولار وهو مرتفع تماما عن سعره الأصلي تم طرحه من قبل الاتحاد العراقي المركزي. هنالك أيضا موضوع تواجد افتتاح ساحات خاصة بالمشجعين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى الملعب ولا يستطيعون مشاهدة المباريات داخل ملعب المدينة الرياضية، يستطيعون الذهاب إلى هذه ساحات المشجعين التي ربما تتيح لهم فرصة المشاركة والاحتفال بهذا العرس الكروي المهم جدا. بالنتيجة اليوم الكل ينتظر والكل يترقب إلى نجاح هذه البطولة الكروية. اليوم نجاح هذه البطولة ليس فقط نجاح لمدينة البصرة بل نجاح للعراق، ونجاح التنظيم يحتاج إلى تضافر الجهود ويحتاج إلى جهود حثيثة من أجل أن تخرج هذه البطولة وهذه النسخة بصورة جيدة جدا، يعني تضاهي باقي النسخ الخليجية التي أقيمت مؤخرا. نعم يا مصطفى، نكتفي بهذا القدر معك ونشكرك جزيلا على انضمامك إلينا. بذات الحين أرحب بمعاون محافظ البصرة أستاذ معين الحسن، مساء الخير، وأسأل بدءا عن الأعداد التي دخلت مدينة البصرة حتى ساعتنا هذه من الجماهير الخليجية سواء عن طريق مطار البصرة الدولية أو حتى منفذ صفوان. نعم، شكرا لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. حياك الله. يعني كما تعلم أنه الاستقبال كبير لهذا الحدث، فهنالك تفاعل كبير حقيقة من الأخوة الأشقاء في دول الخليج، وأيضا تفاعل داخلي من البصرة وأيضا تفاعل من العراق بالكامل. لذلك تم تهيئة منفذ صفوان الحدودي وأيضا تم تهيئة حقيقة منفذ مطار البصرة الدولي، يعني هاتين المنفذين هما اللذان يطلان على مدينة البصرة، ومنهم قدمت الوفود، بدأت الوفود تدخل منذ 10 أيام بصراحة وسجلت أرقام عالية جدا. الوفود مختلفة، منها طبعا أخيرا دخلت الوفود المنتخبات وأيضا الفرق المهمة وأيضا الشخصيات المهمة وأيضا الإعلاميين، أكثر من 34 إعلامي تقريبا كلهم حاضرين في هذه المدينة يرتقبون بدء العد التنازلي ليوم غدا إن شاء الله. فلذلك الأرقام حقيقة غير مسجلة لحد الآن لأنه الأعداد تتكاثر بسرعة خصوصا من منفذ صفوان الحدودي. الأخ مدير ناحية صفوان متواجد في المنفذ ومتواصل معنا، وأيضا الأخ مدير عام منفذ صفوان الحدودي. ف
فالقضية مستمرة، وحقيقة هنالك استقبال لهم كثير من قبل أهالي سواء في قضاء الزبير أو من قبل ناحية صفان أو من قبل أهالي البصرة، حتى بعض السرادق أو المضائف نصبت في الطرقات من أجل استقبالهم. وهذه قبل يعني الحالة ليس منذ هذا اليوم، عندما منذ أيام حصلت. فالقضية الآن حقيقة تفاعلية بشكل كبير جدا. هذه التجربة الآن يعني تخضع لتحدي كبير، لذلك آلينا على أنفسنا كحكومة محلية وأيضا وزارة الشباب والرياضة، الأخ معالي وزير الشباب والرياضة متواجد في البصرة برفقة السيد محافظ وبرفقة رئيس اتحاد الكرة العراقي، وهذا الكلام منذ أكثر من شهر متلازمين في البصرة ويطلعون بشكل ميداني على المنشآت الرياضية التي الآن أصبحت بحلة جديدة. نعم. الحقيقة ملعب المدينة الرياضية الآن يتسع ل 65 ألف متفرج، وهنالك ملعب يتسع ل 15 متفرج، فالآن اكتملت من كل النواحي وستكون متميزة إن شاء الله. أردنا أن تكون هذه البطولة متميزة على البطولات الأخرى التي حصلت في الخليج، لأن تجربتها في البصرة كما وعدونا الأشقاء في الخليج نريدها في البصرة، لأنهم يرون أن البصرة هي عروس الخليج. هذه البطولة إن شاء الله ستشهد يوم غدا افتتاح بإذن الله، سيكون متميزا عن باقي البطولات. ولذلك هي الرسالة ليست فقط رياضية، الرسالة هي اجتماعية اقتصادية استثمارية سياسية، والآن البصرة تعطي رسالة كاملة إلى العراق بأنه بلد منفتح لا بد أن يعود إلى الحضن العربي. سيد معين، نبارك لكم المشرطة. هذا العرس الكروي ونأمل بأن يكون خليجي 25 هو بداية لبصرة جديدة تسترد عافيتها بعد النكبات الاقتصادية والأمنية وحتى السياسية. سيد معين، بما أنه المدينة الآن مكتظة بالضيوف، هل سيعطل الدوام الرسمي في قادم الأيام كما حصل أو على غرار ما حصل في قطر أثناء كأس العالم، أم أن المحافظة قد استوعبت ما لديها ولا يؤثر لربما ما خليجي 25 على سير العمل هناك؟ نعم، أنت تعلمين منذ قبل يومين عدا اليوم يعني السيد محافظ وجه بأن تكون عطلة رسمية لدوائر الدولة، والآن العطلة أيضا استمرت ليوم الثالث. بالتأكيد الأسبوع المقبل إن شاء الله سيكون يعني رهين بالحدث، ولكن الأرجح أن تكون هنالك عطلة، ولكن لا يوجد فيها قرار لحد الآن. كان القرار هو حسب ماهية الموقف، الآن الموقف مسيطر عليه. سبب العطلة قبل يومين، هنالك كانت أعمال تتعلق بقضاء الزبير وقضاء أبو الخصيب، لذلك صعوبة نقل الطلبة والموظفين من هاتين القضائين إلى المدينة، ذاك كانت عطلة رسمية. أما اليوم هي كانت عطلة أصلا اتحادية. الأيام القادمة إن شاء الله حقيقة بالتأكيد سيشهد بعضها عطلة احتفاء، سواء كان بالعرس الخليجي أولا أو لربما يعني للقضاء على الاختناقات المرورية من جانب هذا آخر، ولكن لربما لا تكون هناك عطلة إذا كان الأمر حقيقة متاح كما هو متاح في هذه الأيام، لأنه الحمد لله هنالك طرقات كبيرة، منها شارع الوفود، شارع الكورنيش، الطرق المؤدية إلى المدينة الرياضية، الطريق الرابط ما بين المطار، منفذ المطار والمدينة الرياضية أيضا هو حقيقة طريق متسع جدا، فلا توجد لدينا مشكلة. الطريق المؤدي من مركز مدينة إلى ملعب المدينة الرياضية أو إلى ملعب الميناء الأولمبي أيضا لا توجد فيهما أي مشكلة. فلذلك سؤال حضرتك هو مرهون بالحدث، فلا نسبق الأحداث في مثل هذه الأمور، ولكن نتوقع أن تكون هناك عطلة إذا ما كانت هناك ازدحامات مرورية. نعم، يعني فيما يتعلق بهذا الكرنفال الذي تشهده البصرة، من رأى لا كمن سمع، يعني ربما حالة من الانبهار اعترت أغلب الزوار سيما ممن لم يطأ أرض البصرة. هذا الحدث الذي تشهده المدينة بتقديرك كم سيسهم ربما بجعل البصرة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار فيها؟ نعم، طبعا سؤال مهم جدا لحضرتك، والإجابة أيضا يعني واضحة بشكل إيجابي، لكن أنت تعلم هذا الحدث هو يعني عرس استثماري كبير، هو عرس اجتماعي كبير، هو عرس اقتصادي كبير، هو عرس سياسي كبير، يعني ليعلم العالم وكما تفاجأوا عندما قدموا إلى البصرة واطلعوا على ما موجود في البصرة، وأولها الأمان حقيقة، الحالة الأمنية، ووجهنا أنه بأن تكون القيادات الأمنية العراقية
هي التي تمسك الأرض، لا يتم الاستعانة بأي شركة حماية أو أي شيء من هذا القبيل. لذلك القوى العراقية المحلية والاتحادية هي التي تمسك يعني الجانب الأمني. فلذلك بالتأكيد تعطي رسالة، الاستثمار يحتاج إلى أمان ورأس المال يحتاج إلى بيئة آمنة، لذلك الانفتاح الاقتصادي مطلوب. يا أخي احنا نكون أمام دول متجاورة، بالتالي لابد من الاستفادة من هذه التجربة، وخصوصا تنشيط الموانئ وتنشيط العمل الاقتصادي الآخر سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي أو التجاري، كلها أمور تسهم في أن تكون البصرة نموذج، وهذا النموذج يلقي بظلاله على العراق اقتصاديا. أنها البصرة بما أنها هي عاصمة العراق اقتصادية، هي البلد الذي هي المدينة التي فيها 9 منافذ حدودية برية وبحرية وجوية، نكون أمام 10 منافذ إذا اكتمل ميناء الفاو إن شاء الله، هي المدينة التي تشرق على الخليج بشكل مباشر. لذلك الآن حقيقة هذه كلها أمور إيجابية، نتطلع إلى مستقبل واعد ليس فقط في البصرة إنما في العراق. بالتالي الإعلام الذي كان يضلل الحقيقة، الآن الإعلام حقيقة مباشر وحر، والناس لمست الأيدي. الإخوة الأشقاء الخليج زاروا حتى البيوت، زاروا المضائف، زاروا الحسينيات، زاروا المساجد، اطلعوا على الأكلات الشعبية المتواجدة في أصل البصرة، زاروا شناشيل البصرة، زاروا مطاعم البصرة، ولذلك هم مبهرين حقيقة في هذا الوضع الموجود في البصرة. صحيح. أما المنشآت الرياضية فتحدثوا أنه لا توجد لديهم هكذا منشآت رياضية، يعني ملعب الميناء الأولمبي هذا ملعب إيقونة البصرة كان يتسع ل 5000 متفرج، الآن يتسع ل 30,000 متفرج، وأنشئ في عام 1931. لذلك هو الآن حقيقة يعني رأى النور وجرت فيه مباريات، والآن في حلة جديدة، هذا غير الملعب المدينة الرياضي. نعم الرئيس الذي يعتبر منشئ دولي كبير، وإن شاء الله سيرى الافتتاح يوم غدا بإذن الله. نشكرك جزيلا ونتمنى لكم بالتوفيق. بالتأكيد معاون محافظ البصرة أستاذ معين الحسن كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك.